الله والمؤمن. قال الإمام الصادق عليه السلام: قال الله تبارك وتعالى: ليأذن بحرب مني مستذل عبدي المؤمن، وما ترددت عن شيء كترددي في موت المؤمن، إني لأحب لقاءه ويكره الموت فأصرفه عنه، وإنه ليدعوني في الأمر فأستجيب له لما هو خير له، وأجعل له من إيمانه أنسا لا يستوحش فيه إلى أحد.